أعزائي مشاهدي التلفزيون اليوم السابع في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في بث مباشر من مدينة الخارجة محافظة الوادي الجديد. بنتابع معاكم حالة الطقس النهاردة السبت في وقت الظهيرة، دلوقتي الساعة داخل على الساعة 12 ظهرا. درجة الحرارة الحمد لله النهاردة انكسار لموجة الحر، وزي ما انتم شايفين انتشار السحب الكثيفة اللي منتشرة جزئيا في سماء مدينة الخارجة، وتحكم إشعاع الشمس نسبيا مع وجود رياح متوسطة وخفيفة. وطبعا غياب الغيوم اللي موجودة بتحجب أشعة الشمس وبتلطف كتير من درجة الحرارة، والحمد لله دلوقتي درجة الحرارة 35 درجة مئوية. احنا دلوقتي على طريق الخارجة الداخلة مدخل حي اسكان الشباب المتميز، حي 25 يناير واسكان الشباب المتميز ومشروع اسكان درة الوادي. طبعا ده كان اخر مشروع اسكاني من تمويل حكومي وبالتوزيع، وطبعا مشروع ده كان طبعا تنفيذ صندوق التمويل العقاري، وتم توزيعه على الشباب وفقا لشروط المعلنة من وزارة الإسكان. المنطقة دي منطقة واعدة، والشارع اللي احنا واقفين ده اسم واقفين قدامه دلوقتي اسمه شارع المهندس محمود البرنس اللي هو محافظ الوادي الجديد، وده ابن مركز بلاط ابن المحافظة. شايفين طبعا منظر السحب في السماء، سبحان الله في فصل الصيف يمكن نادر لما بنشوف المشهد ده في المحافظة في الوادي الجديد. احنا دلوقتي على طريق الخارجة الداخلة، الطريق ده طريق حيوي بيربط بين مركز الداخلة او واحد الداخلة وبين واحد الخارجة، وده مراقب الرادار وعليه متابعة المسافرين وقائد الكوال. والطريق ده طبعا طريق حيوي عليه عدد كبير من المشروعات، منها طبعا مشروع فوسفات ابو طرطور في منطقه الكيلو 30، في طبعا مشروع لتوطين الشباب وتحقيق الجذب السكاني، 1400 وحدة سكنية مجهزة تم الإعلان عنها، وأجهزة التوزيع على الشباب. كان في بروتوكول معترض من وزارة الدلتا المنوفية وكفر الشيخ والغربية كبداية لتوطين الشباب في الوحدات السكنية، ويتم طبعا توزيع منزل وخمس أفدنة على كل منتفع. طبعا المكان إن شاء الله هنطلع لايف منه قريب جدا بعد ما يتم الانتهاء رسميا من تجهيز المشروع، وأوشك على الانتهاء. طبعا ده مدينة سكنية كانت موجودة بالفعل، تم احلالها ورفع كفائتها بالكامل في وقت قياسي
بيأكد فعلا ان في جهود ملموسة للأجهزة التنفيذية بقيادة المحافظ وكل مدير العموم والأجهزة ذات الصلة بالمشروع. طبعا الشمس هنا في غياب جزئي، يعني الشمس بتغيب وترجع تاني. احنا زي دلوقتي امبارح واول امبارح كانت درجة الحرارة حرفيا كانت معدية 44 درجة، دلوقتي في نفس التوقيت والحرارة دلوقتي 6، لما الشمس بتطلع بتوصل تبقى 38، فلما بتحسس تاني بتسجل 35 لـ34 درجة. زي ما قلت لحضراتكم كان في المواجهة ده مشروع درة الوادي، آخر درة إسكان الوادي، آخر مرحلة تم تنفيذها فعليا من مشروعات إسكان الشباب. وإن شاء الله في تجهيز لمراحل تانية وفقا لإعلانات وزارة الإسكان ومحافظة الوادي الجديد. أعزائي مشاهدي تلفزيون اليوم السابع، تابعنا معكم جانب من حالة الطقس في محافظة الوادي الجديد، تحديدا مدينة الخارجة أو واحة الخارجة. درجة حرارة معتدلة 35 درجة، وفي سحب منتشرة في سماء المدينة بتحجب أشعة الشمس نسبيا. أشكركم على حسن المتابعة، كنت معكم ماهر البهنساوي مدير مكتب اليوم السابع بمحافظة الوادي الجديد، وأتقبلوا تحياتي.